بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 55. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن تكلمنا في الآيتين السابقتين وهما قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، إلى قوله تعالى: وكان الله غفورا رحيما في ختام الآية الثانية بعدها، والآن نريد أن نبين ما يظهر لنا من أحكام عظيمة من هاتين الآيتين. فيؤخذ منهما تفضيل المؤمن المجاهد في سبيل الله على المؤمن القاعد عن الجهاد من غير عذر. فالله فضل المجاهد في سبيل الله على المؤمن الذي لم يجاهد من غير عذر، وهذا من عدله سبحانه وتعالى، هذا من عدله أنه لا يسوي بين المجاهد وبين القاعد. ويؤخذ من هذه الآية الكريمة أن الجهاد لا بد أن يكون في سبيل الله، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل من أجل المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فليس كل من قاتل يكون في سبيل الله، بل قد يكون في سبيل الشيطان، كما قال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالقتال الذي لا تتوفر فيه شروط الجهاد هو في سبيل الشيطان وفي سبيل الطاغوت. ويؤخذ من هذه الآية أن المعذور في ترك الجهاد مع نيته له أجر المجاهد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة أقواما ما سرتم واديا ولا ما سرتم واديا إلا وهم معكم، ولا سرتم مسيرا إلا وهم معكم حبسهم العذر. فهم يصاحبون المجاهدين في نياتهم وهم في المدينة، فدل على أن نية المؤمن تبلغ به فضل العامل إذا ترك العمل لعدم القدرة عليه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. كما يؤخذ من هذه الآية أن التفضيل يختلف، فتفضيل المجاهد في سبيل الله على القاعد لعذر شرعي أنه تفضيل بدرجة واحدة، تفضيل بدرجة واحدة، لأن المجاهد نوى الجهاد وباشره، وأما القاعد للعذر فهو نوى الجهاد لكنه لم يباشره لعجزه، فلذلك جعل الله الفرق بينهما في الفضيلة درجة واحدة. وأيضا من ترك الجهاد التطوعي
يعني غير الواجب على الأعيان من تركه من غير عذر، فإن تفضيل المجاهد عليه يكون أكثر، وفضل الله المجاهدين على القاعدين يعني من غير عذر أجرا عظيما. ثم فسره بقوله تعالى درجات منه ومغفرة ورحمة. ثم قال جل وعلا وكلا وعد الله الحسنى، فهذا فيه دليل على أن تفضيل المؤمن بعمل قام به على المؤمن الذي لم يقم بهذا العمل أنه ليس لتنقص المفضول، وإنما هو لبيان مزية الفاضل دون تنقص للمفضول. ولهذا قال جل وعلا وكلا من المجاهدين والقاعدين وعد الله الحسنى، لأن كلا منهما مؤمن، والإيمان يتفاضل ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وفي هذه الآيات أن المباشر للجهاد أفضل من تارك الجهاد للعذر مع نيته بدرجة واحدة كما فصلنا وذكرنا. ويؤخذ منها أنه لا يفهم من تفضيل بعض المؤمنين على بعض تنقص المفضول، لقوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى، فهذا فيه العدل في الأحكام وعدم الجور فيها. ويؤخذ من هذه الآية أن المؤمن المجاهد أفضل من المؤمن القاعد عن الجهاد من غير عذر بدرجات كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ففي هذا فضل الجهاد في سبيل الله، وأن القاعد من غير عذر وإن كان مؤمنا وله خير لكن فاته أجر عظيم وثواب كبير. يؤخذ من هذه الآية أن الجهاد يكون بالنفس ويكون بالمال، والجمع بينهما أفضل من الاقتصار على أحدهما، قوله تعالى فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم، فالجهاد يكون بالمال وذلك بالإنفاق في سبيل الله، تجهيز الغزاة، شراء السلاح، والإنفاق على عوائل الغزاة حتى يرجعوا، من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. الجهاد بالمال له فضل عظيم، وكذلك الجهاد بالنفس بأن يخرج الإنسان بنفسه ويقاتل ويباشر الجهاد. وإذا جمع بينهما فجاهد بنفسه وجاهد بماله فهذا أفضل أنواع الجهاد، لأنه استكمل الفضيلتين. يؤخذ منها أن الجهاد في سبيل الله سبب لحصول المغفرة والرحمة من الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى لا تنال مغفرته ورضاه ورحمته إلا بأسباب من قبل العباد، بأن يحسنوا النية ويخلصوا العمل لله عز وجل. والله جل وعلا يقول إن رحمة الله قريب من المحسنين، ويقول جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فمن كان يرجو المغفرة والرحمة فإنه يبذل الأسباب الجالبة لهما. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.